arterioso esclerosis ou acero esclerosis. E a neta é o arterioso esclerosis. لا ده البرايمري والسكند ده بيعمل باثولوجي غير المالية ماشي
البناين بيعمل ده الهايلاين ارتيريوسكلوز ده بالذات بشوفه في الكيدني وبيؤدي في الكيدني بيحصل نارنج فيعمل اسكيميا في الجلوميرولاي فيحصل فيها سكارينج تحصل نيفروسكليروز او جلوميرولار سكارينج بيحصل نورمالي كمان هايلاين ارتيريوسكلوز ده في الالدرلي بيشنت الالدرلي عامه نورمو او هايبرتنسيف وبيحصل كمان انكريز ريسك بتاعه مع الدايبيتس في دايبيتك مايكرو انجيوز. النوع الثاني بقى الهايبربلاستيك. الهايبربلاستيك احنا بيبقى عندنا بروليفريشن كلمه هايبربليزيا. هايبربليزيا في ايه؟ السموس موسل بتاعت الميليا وفي البيزمنت ممبرين بتاع الانتر. يبقى هو لامينيشن بيعمل انيون سكين ابييرنس زي البصله حلقات البصله. اونيون سكين وبيعمل فيري ناروينج للهيومن وده الهايبربلاستيك هايبرتنشن ده برضه بيحصل مع السيفير هايبرتنشن. ممكن ده كمان يحصل كمان نيكروتيك ده برضه الهايبربلاستيك والهايلاين دول بيحصلوا في البناية هايبرتنشن. هنا بس نوع تاني دي هنلاقي بقول حصل فيه نيكروزس فيبرينويد نيكروز الخلايا بتاعت السموس مصر وكل البول بقى نيكروتيك وبقى عليه ثرومبس فورميشن ده بيحصل مع المالينت هايبرتنشن. اما ضغط الدم بيرتفع بسرعه جدا يعمل لنا النيكروتايزنج ارتيريولايتس او الفيبرونويد نيكروزس دي في المالينت هايبرتنشن. ماشي تمرين يا دكاتره؟ طيب الموضوع بقى الكبير اللي هو الاسيروسكليروز. الاسيروسكليروزس اللي هو مرض تصلب الشرايين. ايه مرض تصلب الشرايين ده؟ ايه اللي بيحصل في الشرايين؟ obstruction بيحصل فيها obstruction او نورمال في اليوم نتيجه ايه؟ انتمال انجري او انتمال ليجن بنسميها اسيروما. اسيروما هي ماس تايب واسيروما الاسيروما دي بتبقى سب انتمال كولكشن من فات. ماشي؟ بتتكون الاسيروما دي من ايه؟ تبدأ الأول يحصل فيه فاتي ستريكس. فاتي ستريكس يعني ايه؟ بوزيشن اوف فات في الانتيما. الاقي فيه فومي هيستوسايتس او فومي ماكروفاج ديبوزيتد في الانتيما. بتبقى فلات مش عامله بروجن لليوم. دي اسمها فاتي ستريك. فاتي ستريك لحد المرحلة دي بتبقى بنايم مفيش منها مشاكل. ممكن بعد كده تتطور وتتحول لأسيرومتس بليك أو أسيروم. الاسيروما دي بقى بتبقى ليه؟ تفضل تكبر لحد ما تعمل ابستراكشن لليوم. الاسيروما دي بتتكون من ايه؟ بيبقى لها فايبرس كاب ونيكروتيك سيرك. الفايبرس كاب ده بيبقى بيتكون من بروليفريشن من سموث ماسلز. سموث ماسل جت من الانتما حصل لها ترانس مايجريشن بروليفريشن هنا عملت فايبرس كاب ومعاها ماكروفاج جايه من المونوسايتس بتاعت البلاد وفومي هيستوسايتس. فومي هيستوسايتس او فومي ماكروفاج دي ماكروفاج بلعه نبت بلعه فاير. ماشي؟ وبيبقى معانا عندنا كمان تي لينفوسايتس وبيبقى عندنا اكسترا سيلولار ماتريكس عباره عن كولاجين والاستيك فايبرز وبروتيك لايكات. كل ده بيعمل فايبرس كير. السنتر بتاعها بيبقى مينلي بكوليستيرول كليفتس. شايفين النيدل شيب كريستالز دي؟ دي كوليستيرول كوليستيرول كليفتس وفومي ماكروفاج كمان وبيبقى فيه نيكروتيك ديبريس نيكروزس من السل وفي كالسيوم ديبوزيشن. ماشي؟ ده شكل الاسيروم. اهم حاجه بقى لما تدخل اليوسين ان هنا الكوليسترول ديبرس بتبقى عامله زي النيدل شيب وبتبقى كلير سبيس كده لان الكوليسترول ده فات وبيدوب اثناء البروسيسنج بتاع الكشو لما تدخل اليوسين بارافين امبيدد سبيس. ماشي؟ احنا عندنا الباثولوجي الاساسي في صلب الشرايين هو كوليسترول. الكوليسترول فات.
اما بيزيدوا في الدم بيعملوا ديبوزيشن في البول ويعملوا اتصالات بالشرايين. الكوليسترول اخطرهم لان زي ما احنا شايفين الكريستالز بتاعته نيدل شيب بتعمل انجري للوول بتاع البلاد فيزل. دي الفاتي ستريكس اللي هي ليبيد فيلد فومي ماكروفيل وبتبقى يلو وفلات ماكيولز وما بتحصل ما فيش سيجنيفيكانت فلو ديستربنس لكن ممكن بروجريس لاثيروسكلوز. ايه الريسك فاكتورز بقى بتاعت الاثيروسكلوز؟ ايه الريسك فاكتور بتاعت صلب الشرايين؟ اول حاجه الاير في كونستيتيوشنال ريسك فاكتور وفي اكوايرد او ادجستبل ريسك فاكتور. كونستيتيوشنال يعني الريسك فاكتور دي عندنا ما نقدرش نغيرها. اول حاجه الايج، هل مرض صلب الشرايين بيصيب الاطفال؟ لا. طيب هو المرض ايه؟ مرض الالدر يعني بعد سن الخمسين يبدا عندنا يبدا يظهر صلب الشرايين. طيب الجندر، الايج والجندر، الجندر الجنس انه اكتر بيصاب بمرض صلب الشرايين الميل ولا الفيميل؟ الميل. طيب والفيميل ليه ما بيصابوش زي الميل؟ صح، يبقى الفيميل عندنا اثنين فيميل، بري منوبوزل وبوست منوبوزل. البري منوبوزل هي ما قبل المنوبوز طول ما هي عندها استروجين، الاستروجين ده بروتكتف من الاثيروسكلوز. البوست منوبوزل بتبقى الريسك فاكتور بتاعها زي الميل بالظبط. ماشي؟ طيب جينيتك بقى، في ناس عندهم سستبيلتي ريسك اكتر من ناس ثانيه. ده ممكن يبقى فيه فاميليال هيستوري، فاميلي في العائلات، في الفاميليال هايبر كوليسترينيميك. انا اعرف من اسباب زياده الكوليسترول في البلط في فاميلي او جينيتك كوز في الميتابوليزم بتاع الكوليسترول نفسه. ماشي؟ مالتي فاكتوريال ترايات زي الهايبر تنشن وديابيتسمن ليز. الهايبر تنشن وديابيتسمن ليز انا اعرف ان هو ريسك فاكتور للاثيروسكلوز، فاي جينيتك باك جراوند للهايبر تنشن برضه هيبقى ريسك فاكتور. طيب الموديفايد ميجر ريسك فاكتور بقى اول حاجه فيها الهايبر ليبيدينيا. الهايبر ليبيدينيا يعني انكريز ليميتس في البلاد. ايه الليميتس الخطيره اللي تزود الريسك بتاعت الاثيروسكلوزس؟ اول حاجه الكوليسترول، صح؟ والكوليسترول الاسفل. تاني حاجه اللو دنسيتي لايبوبروتين. اللو دنسيتي لايبوبروتين، اللو دنسيتي لايبوبروتين بيسموه باد كوليسترول. بيسموه باد كوليسترول ليه؟ لان اللو دنسيتي لايبوبروتين ده هو اللي بيشيل الكوليسترول ويبقى التكوين بتاعه معظمه كوليسترول. ماشي؟ طيب الهاي دنسيتي لايبوبروتين ده هاي ريسك ولا لو ريسك؟ لو ريسك. ده بقى اللي بيعمل موبيلايزيشن للكوليسترول بره، فبيقلل الكوليسترول. فاللو دنسيتي ده بيرديوس الريسك، الهاي دنسيتي ريديوس الريسك. تاني ريسك فاكتور الهايبرتنشن. هنعرف ان الهايبرتنشن بدايه الاثيروما علشان يحصل الاكوميليشن اللي فات تحت الانتما ان يحصل انجري للاندوثيليال سيلز. الانجري ده الهايبرتنشن اكثر حاجه بتعمل انجري للاندوثيليال سيلز. سيجاريت سموك ده من الناس المدخنين طبعا عارفين ان هم اكثر ناس بيجي لهم صلب شرايين وبيجي لهم اسيبك هارت ديزيز. يعني صلب الشرايين ده هو اللي بيؤدي للسيبك هارت ديزيز، لان اكثر من اكثر الارتريز اللي افكتد في الاثيروسكلوز هي كورونرز. ماشي؟ هنتكلم عليها المحاضره الجايه. الدايبيتس ميليتس كمان ده ريسك فاكتور. في اديشنال ريسك فاكتور بقى كمان. اول حاجه فيها الانفلاميشن. اي انفلاميشن في الوول بيقولوا ان الباثوجينيسيس بتاع الاثيروسكلوزس فيه رول اوف انفلاميشن. وبيدللوا على ده بان في الاثيروسكلوزس لما بنشوف السير اكتف بروتين ليفل بنلاقيه عالي. ماشي؟ الهايبر هيموسيستينيميا ده ميتابوليك ديز جينيتك، بيبقى فيه جينيتك الهيموسيستين
Daar hebben we ingeneerd van blauwe bronchospier, dat toxic, de endothelial cells gemengd, uiteindelijk injury, we risk in atherosclerose. Metabolic syndrome, maar veel metabolic syndrome. هي مش لازم تبقى فراكتي كويس هو انسولين ريزيست يعني دايما بيحصل في الاوبيز الميتابوليك سندروم دول ناس الاوبيز بالذات سنترال اوبيزتي بيبقوا هاي بيبقى معاهم انسولين ريزيستنس ممكن يبقى لسه بري دايابيتك مش فراكتي كويس ممكن لسه ما يظهرش عليه دايابيتس خالص بس بيبقى ميتابوليك سندروم ان هو يبقى اوبيز سنترال اوبيزتي وفي ريزيستنس للانسولين وديسليبيديميا يعمل سوليد داب نلاقي عنده elevated LDH وdepressed from high density lipoprotein وبيبقى فيه increased susceptibility برو وكو availability وبرو inflammatory state دي اسمها metabolic syndrome اللايبوبروتين A level ده برضو شبه low density lipoprotein فعشان كده برضو اما بيزيد بيبقى high risk elevated levels of برو وكو أربن كل برو وكو أربن لو زادوا دول برضو بيزودوا الريسك بتاع الاسيروسكليروز اخر حاجه بقى اللي هو اللاك اوف اكسرسايز طبعا اللاك اوف اكسرسايز هيعمل اكيوميت للفات والفات مش هيتحرق فيزود الاوبيستي فده كله ريسك كمان في الستريسفول بيرسوناليتي اللي هو بيسموها تايب اي بيرسوناليتي اللي هما الناس بيبقوا دايما عصبيين ومتعصبين وستريس دول هيبقوا ريسك للهايبر تنشن والهايبر تنشن كمان ريسك للاسيروسكليروز طيب البوثوجينيسيس بقى ازاي بتتكون الاسيروما دي؟ قلنا اول حاجه بيحصل اندوثيليال انجر بيزود البرميابيتي بتاعت الاندوثيليوم وليكوسايد ادهيجن وثرومبوز البلاط فيه لايبوبروتينز وفيه كوليسترول وفيه فات اول ما بيحصل اندوثيليال انجري بتبدا يحصل سب اندوثيليال accumulation تخش infiltration للفات ده والكوليسترول تحت الانتر ويحصل تحت الانتر الليبن بيبقى accumulate اول حاجه extracellular وبعد كده هتبقى البلاط في مونوسايتس المونوسايتس كمان هتتحول لماكروفاج علشان تعمل سكافنجر تحاول تبلع وتنظف الفات ده هتتحول لماكروفاج والماكروفاج هتتحول لفومي ماكروفاج او فومي هيستوسايتس او فات سيلز تبقى خلايا كده كبيره لها سيتوبلازم كبير اباندنت فاكيوليتد سيتوبلازم عشان فيه فات ماشي بعد كده الاستيموليشن للاندوثيليال انجري عارفين دايما بيعمل بليتلت ادهيشن طيب الاكتيفيتد ماكروفاج دي هتسقط لا هتطلع سيتوكاينز زي ما احنا عارفين السيتوكاينز دي منها ايه؟ البليتلت لايف جروث فاكتور والبليتلتس كمان الاكتيفيتد هنا من الادهيجن كمان هتطلع بليتلت لايف جروث فاكتور وهيطلعوا فايبر بلاست جروث فاكتور 1 و 2 وهيطلعوا كمان اللي هو جروث فاكتور ترانسفورمينج جروث فاكتور بي الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ريتريتمنت للسموث ماسك من الجنرال يعملوا ريتريتمنت للسمول ماسل وستيموليشن الاكسترا سيلولار ماتريكس برودكشن تقوم عامله الفايبر سكير ماشي فاهمين؟ يبقى سمول ماسل ريتريتمنت من فاكتورز طالعه من البليتلتس والماكروفاج والاندوثيليال سيلز تعمل انتمال سموث ماسل سيل بروفريشن واكسترا سيلولار ماتريكس برودكشن ده كله بيحول الفات ستريك لماتيور اسيروم الدياجرام ده بيلخص موضوع ده مش للاندوثيليوم ده المين الكين بتاع الباثولوجي الدامج من الاندوثيليوم ده بالريسك فاكتور هايبر تنشن توكسنز بالسيجاريت سموكينج هيمو دايناميك ستريس انكريز لو دنسيتي لايبوبروتين يعملوا ثلاث حاجات بليتلت ادهيجن يعمل ريليز بليتلت جروث فاكتور اللي بيعمل بروفريشن للسموث ماسل سيلز ويعمل مايجريشن مونوسايتس اللي هي اللي هتتحول ماكروفاج للانتما بتتحول لفورميشن اوف فورم سيلز وبتطلع سايتوكاين ريليز اللي في الاخر برضه بيعمل سموث ماسل بروليفريشن وكولاجين سينسز ده اللي بيعمل فايبر سكير
بعمل الاندوثيليوم كمان يعمل ديفيوجن اوف بلازما بروتينز اللي هي اللايبو بروتينز واللايبو بروتين لودنس اللايبو بروتين بيحصل له اوكسيديشن اللودنس اللايبو بروتين ده فيري توكسيك للاندوثيليوم سيلز والسموث ماسل سيلز ماشي تبين يا دكاترة ده دايجرام كمان بيبين الفايبروس كاب والاسيلوما بتتكون من ايه طيب يبقى كي فاكتور هنا هو الاندوثيليال انتري او الاندوثيليال ديسفانكشن اكتر حاجه بتعمل الاندوثيليال ديسفانكشن هي الهيموداينامك ديستربنس الاقي في فلو في ديستربنس اكتر مكان يحصل فيه ديستربنس في البلاد ايه في البلاد في الارتري هو مكان الاكزيت بتاع البرانش بتاع الارتري فعشان كده دايما بنشوف الاسيروما او الاسيرومتوس بليك ده لو جينا نشوف جروس الناس فتحنا وول بتاع اورطه مثلا هنلاقي ان الاسيرومتوس بليك كلها حوالين الاوستيا بتاعة البرانشز بتاعة الاورطه وكمان اكثر مكان البوستيريور وول اوف ابدومينال اورطه الهايبر كوليسترينيميا السبب الثاني بيقولوا البوستيريور وول الثيرد بلاتس في اعلى معرفش ليه او حاجه في الاناتومي بقى مش عارف الليمتس قلنا اهم حاجه كوليسترول كوليسترول استر اللي بتعمل اندوثيليال سيل دامج الكوليسترول بيعمل ايه زي اللي احنا قلنا ان النيدل ده بيعمل انجري للاندوثيليال سيلز كمان بيزود اللوكال اوكسجين فري راديكال وبيقلل الديكاي بتاع بيزود الديكاي بتاع النيتريك اوكسايد، النيتريك اوكسايد عارفين ان هو بازو دايليتور فهيقل فيعمل بازو كونستريكشن فيعمل ديستربنس. اللو دنستي لايبو بروتين بالذات الاوكسيدايز لو دنستي لايبو بروتين دي فيري توكسيك بتبقى اوكسيدايز بايه؟ بالاكسجين فري راديكال اللي طالعه من الاكتيفيتد ماكروفاج ماشي؟ بتعمل فوم سيل وبستيموليت اللوكال ريليز بتاع جروس فاكتور وسايتوكاينز والكيمو بايت كمان دايركتلي سايتوتوكسيك على الاندوثيليال سيلز والسموث ماسل سيلز وكمان بتزود المونوسايت ريكريتمنت طيب الاسيرومتوس بليك دول بيقسموها كلينيكالي نوعين فلنربل وستيبل فلنربل يعني دي خطيره بليك خطيره ايه البليك الخطيره دي بعرفها منين؟ اما الاقي سيل فايب بعض البليكس هلاقيها سيل فايبرس كاب سيل فايبرس كاب فايبرس كاب بتاعتها فيري سيل والفات سيلز الفومي هيستوسايتس الاكسترا سيلر فات كتير سيل وفيها انفلاميشن كتير دي تبقى فولينر دي سسبتبل لكومبليكيشن ان يحصل فيها رابشر يحصل عليها ثرومبوزس يحصل فيها هامر وده بيعمل acute complication بتاعت الاثيروسكلروز. الستيبل بليك دي ممكن تقعد ستيبل فترات طويله ما تاثرش على البيشن. دي بيبقى الفايبرس كاب بتاعتها thick والفات كونتنت والفومي هيستوسايتس بتبقى اقل ولما فيش انفلاميشن فيها او minimal inflammation. دي الستيبل thick fibrous كاب والليمت كور بتاعها والفومي سيلز قليله. عن الفولينرابل دي بيبقى سيل فايبرس كاب تبقى سهل ان هي يحصل لها ابشر والنيكروتيك كور والفوم سيلز وبيبقى فيها كالسيفيكيشن فوم سيلز والاكسترا سيلر فات كتير فبيحصل فيها انترا بليك هيموج. اشهر بعض الارتريز بيحصل فيها اسيدوسكلروزس بالترتيب كده اول حاجه الانترن الانترا رينال ابدومينال اورتا الابدومينال اورتا تحت الاكسجين بتاع الرينال ارتري بعد كده الكوروناري بعد كده البوبلوتيال بعد كده الانترنال كاروتيد ارتري بعد كده الفيزنس اوف سيركل اوف فويلس ايه السيركل اوف فويلس دي؟ البريك صح البريك دي كل ما تكبر اسيرتوس بليك تعمل نروي للارتري النروي ده بيؤدي لايه بقى؟ في الايرلي ستيجز بيحصل اكوموديشن كل ما يزيد تزيد البليك البلاد فيزل يعمل بروليفريشن
الانتما الميديا يحصل فيها ريموديلنج فتخلي اليمنى تتمرن ريموديلنج يعني ايه؟ يعني بتقل السيجنس بتاعها يحصل فيه نيكروزس في او اتروفي في بعض السموث ماسل فتحافظ على نفس الدايمتر بتاع الجروب ماشي؟ ده في الايرن بعد كده الكومبنساتوري ميكانيزم دي بتفشل فبيحصل نارنج في اليوم اما بيحصل نارنج بيحصل ايه بقى الايه الكومبليكيشنز بيحصل اسكيميا اسكيميا ده يعمل لنا ايه صح لو في الهارت لو في الكورونري هيعمل لنا انجينا او اكيوت مايوكارديال انفاركشن لو في البرين هيعمل لنا برين ايه ستروك او برين انفاركشن لو قبل ما بيعمل انفاركشن ممكن بيعمل الوول بتاع الارتري يبقى ضعيف فيعمل اورتيك انيوريزم يعمل انيوريزم والانيوريزم بعد كده رابشر ماشي لو في اللور اكستريمتيز في اسكيميا هيحصل انفاركشن جنجرين في اللور لاب ماشي طيب ايه الكومبليكيشن بقى الاكيوت كومبليكيشن بتاع البريك الاسيرندس بريك اول حاجه رابشر وفيشرنج ده يخلي الثرومبوجينيك بليد كونستيتيوانت تبقى اكسبوزد يحصل اروجن والسريشن ويحصل هيموج الاروجن والسريشن ده اكسبوز الساب اندوثيليوم للبلاد فيبقى ليك البليدلتس والفايبرين تعمل ثرومبس عليه والثرومبس يبقى بعد كده يعمل مايكرو امبولاي يعمل ديستال امبوليزم كمان ممكن يحصل هيموج في البليك نفسه الهيموريش البليك يخلي البليك مره واحده يبقى انكريز ان سايز فيقفل اليوجن تماما زي الصوره دي فيعمل صدر انفاق يبقى زي ما احنا قلنا كومبليكيشن اول حاجه بسبب الاسكيميا ثاني حاجه الاسيرابتس بليك دي هي نفسها ممكن اما تراكشر او ممكن تكسر الفراجمنت تعمل لنا اسيدو امبوليزم امبولاي عباره عن فات وكونستيتوانت من الاسيدونتس بليك تمشي مع البلاد وتبقى لوجد في اي مكان بعيد برضه تقفل الارتريز وتعمل انفاق ماشي طيب الكومبليكيشن دي بتعتمد على ايه؟ على السايز اوف افكتد فيزن والنوع الاستابيليتي بتاعت البليك هل هي فولربل ولا ستيبل بليك ماشي يا دكاترة كده خلصنا موضوع الاسيد سكلوز حد بقى يقرا الكيس Solid loss of movement on part of the left side of her body. The pulse on 80 per minute, respiratory rate 16 per minute, and blood pressure 160/100. Cerebral angiogram, occlusion, branch of rare limited cerebral artery. Thank you.
Er I sådan, hold op? Ja, jeg er sige, ja. Men jeg siger, at du bare er noget, det er på grundigt. Men jeg siger, at der er et søjl. Et søjl, som har været i fællet. Hvorfor har du så en lov, har været på gang, har været på skæmme kakken i det? Det er med der var en lov, hvor tøjner der var. Men jeg siger, har været en af det, der skal. Det skæmme kakken i det, har været på gang. Ja, og join off, ja, eller acute myocardial infarction. Merci. Merci, det er det.